فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال فصل: وإن نظر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم معلوم الصالحين: فصل: وإن نظر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف فيما سواه، لأنه أفضلها، ولأن عمر رضي الله عنه نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوف بنذرك. قال: متفق عليه. وإن نظر أن يعتكف في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. فقال قوم: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في خير البقاع، وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة، فدل على أنها أفضل. نعم، هنا يقول في هذا الباب: فصل النظر للاعتكاف في المسجد الحرام لم يكن له الاعتكاف فيما سواه، وإن نظر أن يعتكف بنفس السلسلة، وإن نظر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام يكفاه ذلك. الأصل في هذا الباب بأنه الرتبة إن علت أجزأت، وإن نزلت لم تجزئ، والمسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيرها من المساجد، وقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، كما قلنا أنها فيها ضعف، لكن فيها التفضيل، فيها التفضيل، يعني فيها التفضيل في هذه الصلاة، فيها التفضيل في هذه الصلاة، وثبت على الصلاة الأربع. فالتفضيل ورد، ولذلك قال هنا: من نظر أن يعتكف في المسجد الحرام، المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم قال: فليعتكف في المسجد الحرام. فإن اعتكف في المسجد الحرام أجزأه، لأن النبي قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا في المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وبعضهم قال: بل مسجد المدينة أفضل من مسجد الكعبة. يستدلون على ذلك بدفن النبي الجسماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد الحرام، المسجد النبوي. طبعا أصلا ما النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله وهو أكرم خلق الله على الخالق، لكن التنصيص جاء في التفضيل في الأرض، فإن الله خلق الأرض وفرق بينها. الله يرضى عنك فيه. وفاوت في الدرجات سيدنا، تفضل سيدنا. فأعلى الدرجات وأرقى الدرجات هي درجة المسجد الحرام، وجاء التنصيص فيها، قال: صلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وقد جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أعتكف في المسجد أو أصلي في المسجد الأقصى. قال: أعتكف هنا أو قال: صلي هنا. فقال له: نظرت أن أعتكف أو أصلي في المسجد الأقصى. قال: صلي هنا، صلي هنا في الثالثة. ثم قال: شأنك، شأنك إذن. فهذه فيها دلالة على أن النذر يجزئ، يجزئ إن كان أعلى الرتبة، أعلى و و و وإن كان أنزل لا يجزئ. نعم. قال: ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة فيما سواه. قال رواه ابن ماجه. فيدخل في عموم مسجد، فيدخل في عموم كيف صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة، من مئة ألف صلاة، من مئة صلاة اللي عندي مئة صلاة. خطأ في النسخ، النسخ 100,000 صلاة، يعني النسخ أكيد أخطأ فيه. قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسواه. قال رواه ابن ماجه. قال: فيدخل في عمومه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتكون الصلاة فيه أفضل
من 100,000 صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال فأما إن نظر الاعتكاف، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الأسد أنه إن نظر أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى واعتكف في المسجد الحرام كفاه ذلك، أجزاه ذلك، لأن الرتبة قد علت والمسألة دائرة على الرتبة. يعني من نظر شيئا لله جل في علاه. طيب ممكن أحد يقول لي وهذه فيها إشارة، ما الإشارة التي في الكتاب في القرآن تثبت ذلك أنه إذا نظر شيئا بعينه أعلاه يجزئه وأنزله لا يجزئه، لكن أعلاه يجزئه. هي ممكن تكون منتزعة، ممكن أكون أنا مخطئ في الانتزاع، بس نقرا الأول لإخوتي كيف تفكر. و إيه الجمال ده، إيه الجمال ده، الحمد لله أنا مش مجنون. طالما بتاع الدرة يعني دخل معي، هي حقيقة الأمر تنتزع من هنا عندما يقول يعني الترتيب التأصيلي في هذا الباب، يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيل. السياق سياقه مدح، السياق سياقه مدح، فالوفاء فيه المدح. فهنا نقول والوفاء يكون بأصل النذر أو بأعلى، لأنه لما يكون أعلى يكون قد وفى ولا ما وفى، وفى وزيادة. يعني لما يكون بأعلى منه نقول نظر أن يتصدق بألف تصدق بعشرة آلاف، ده هنا يقال وفى ولا يقال وفى وزيادة؟ ها يقال وفى وإيش وزيادة. فيكون هنا السياق هنا سياق المدح للوفاء، ففيها دلالة وإشارة على أن الزيادة يعني تجزئ عن النذر. نعم ماشي، يأتي بهذا. تفضل شيء. قال فأما إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين لأنهما أفضل منه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ شيخ، وقال فأما إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى، نعم جاز له. قال فأما إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين. وقد علل وقال أنهما أفضل منه. وكما قلنا أنتفي بالنذر فأنت ممدوح، فإن وفيت وزيادة فهذا المدح يكون أعلى. نعم. قال لهما أفضل منه. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قرب من المقام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إني نذرت لئن فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس، وإني وجدت رجلا من أهل الشام هاهنا في قريش مقبلا معي ومدبرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا فصل. فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات، كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا فصلي. نعم. ثم قال الرابعة مقالته هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فيه، فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس، ومتى نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد فانهدم معتكفه ولم يمكن من المقام فيه لزمه إتمام الاعتكاف في غيره ولم يبطل اعتكافه. هنا أيضا أسس كما قلت إلى أن النذر يعني يفي به المرء بنفسه بعينه أم بما هو فوقه. أستاذ طريق الهجرتين كيف أنت، جزاك الله خيرا حسين، أحسن الله. فيفي به أو يفي بالزيادة، ولذلك لما جاء الرجل قال أنه نظر أن يصلي في بيت المقدس قال صلي هنا أربع مرات، في الثالثة قال له صلي هنا، ثم قال له في الرابعة شأنك إذا، ثم بين له أن صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكل صلاتك في البيت المسجد الأقصى. وهذه خلاص قاعدة عامة كلية بأنه من نذر نذرا وفاءه بعين النذر أو بما هو فوقه. وقال متى نذر في غير هذه المسائل فانعدم أو انهدم المعتكف ولم يكن له المقام فيه، عليه أن ينتقل عليه أن ينتقل إلى المسجد الآخر حتى يفي ما
ما عليه من هذه. يمكن هذه المسألة ينتزع منها مسألة أخرى فقهية عظيمة، يقول المقام في المسجد استحالة، استحالة المقام في المسجد، فقلنا لو انتقل إلى غيره وعلى أن تفي بنزلك. طبعا لو انتقل لابد من أمرين، إيش الأمران؟ استأنف. شوف أنا سألته من أجل هذا يا ابني، ما الذي حمله على الاستئناف؟ لو قلنا كلام القاضي سيقول لو هناك خلل فعليك الكفارة، ابني وعليك الإيش الكفارة. ليه؟ لأن في خلل، والخلل ليس بإيه؟ بيدي، ليس بيدي، الخلل ليس بيدي، فلا كفارة عليه. فهو يذهب يبني هناك، يذهب يبني هناك، ينتزع من ذلك مسألة فقهية جيدة في هذا الباب. ممتاز، تناقل الوقف، الوقف ينتقل هنا في هذا الباب. لما وجد ذلك فانهدم واستحال الوفاء فيه، انتقل إلى غير نفس الأمر. إذا الأرض تهدم، المسجد تهدم في أرض، أو يقول أن المسجد خواء وما أحد يدخل في المسجد ولا يصلي فيه، ويستطيع أن هو يهدمه ويبنيه في أرض أخرى، الناس جميعا يتوافقون المسجد، خدنا تناقل الوقف هنا صار واجبا، صار واجبا. هذا خلاف الجمهور، وده كلام الحنابلة وبعض الشافعية. لا كفارة عليه. قال فصل: إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان، يوم يعني نذر اعتكاف يقدم فلان، نعم يوم يقدم، بوصفه الآن الوصف بقدوم فلان يعتكف. قال: صح نذره فإن ذلك ممكن. نعم صح نذره، لأنه علقه على ممكن، علقه على ممكن. فإن قدم في بعض النهار لازمه اعتكاف الباقي منه، ولم يلزمه قضاء ما فات، لأن ما فات قبل شرط الوجوب فلم يجب، كما لو نذر اعتكاف زمن ماض. لكن إذا قلنا شرط صحة الاعتكاف الصوم لزمه قضاء يوم كامل، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالاعتكاف في الصوم فيما بقي من النهار. يعني هو لو جاء في نصف النهار فعليه أن يعتكف، يعني هو قال نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان وجاء في نصف النهار، أصلا وليس عليه أن يأتي بشرط الوجوب. فهنا الذي عليه نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، هو معسور لمدة الزمان، معسور لا يستطيع، لكن بقي له من الزمان نصفه شطره، فنقول له اعتكف شطر الزمان، إلا أن يكون قد نذر أن يعتكف بإيش؟ بصيام، فهذا سيبقى عليه أن يعتكف باقي النهار وعليه القضاء، وعليه القضاء. لما؟ لأن الوصف غير منطبق، والقضاء هنا لابد أن يكون اعتكاف اليوم مع الصيام. تفضل. قال: لازمه قضاء يوم كامل، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالاعتكاف في الصوم فيما بقي من النهار، ولا قضاؤه متميزا مما قبله، فلازمه يوم كامل ضرورة، كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان، ويحتمل أن يجزئه اعتكاف ما بقي منه إذا كان صائما، لأنه قد وجد اعتكاف مع الصوم. يعني لو كان صائما وجاء هو نصف النهار فما بقي عليه إلا نصف الآخر، وكان صائما فنقول له الآن مصاحبة الصيام أجزأتك عن ابتداء الصيام، ويكفيه ذلك ويجزئه. قال: وإن قدم ليلة لم يلزمه شيء. ليه؟ لأنه فات المحل، هو قال نظر أن يعتكف يوم قدوم، هو جاء إيش؟ ليلة. فات المحل، فلما فات المحل فلا شيء عليه، وهذا فات المحل ليس بيدي فلا شيء عليه. قال: وإن قدم ليلا لم يلزمه شيء، لأن ما التزمه بالنذر لم يوجد، فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر لفوات النذر في وقته، ويقضي بقية اليوم فقط. ويقول: فكان النذر عذر يمنعه من الاعتكاف، يعني جاء مانع من يمنعه من مرض من حبس من غير ذلك. قال: قضى وكفر. هذا عجيب جدا، قضى خلاص علمنا قضى. لما؟ لأنه لا النذر لابد أن يأتي به، وفي الإمكان أن يأتي به. وكفر لأنه لم يأتي به في معاده، لم يأتي به في وقته، فاعتبر عدم الإتيان به في وقته إيش؟ اعتبره خللا، والكفارة تجب الخلل. لذلك قال على القضاء والكفارة. وحقيقة الأمر الذي أدين الله به أن ما عليه غير القضاء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نعم.
وجاء فلان نعم حبس هنا. مش قضاء بقى؟ لا ليه عليه القضاء؟ عليه القضاء؟ لا، لانه هنا بيده لكن عنده مانع. مانع ليس بيده. ماشي، لكن عنده مانع يبقى يقضي. كالمرأة الحائط قالت ان قدم فلان اعتكف اليوم، فقدم وهي حائط. اذا الوصف هي ملزمة به، مانع هو اللي منع، مش المحل غير قابل، مانع هو اللي منع. فلما زال المانع قلنا كان المحل قابلا للعمل، فلما فات قلنا عليه القضاء، لكن ما في كفارة. لا كفارة بده يكون في خلل، وما فيش خلل. هو يقول عدم اتياني في وقت يعتبر ايش؟ خلل، لكن ليس بيدي. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر نظرا ان يعصي الله فلا يعصيه، ومن نظر ان يطيعه قال لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك. هو يملك ولا ما يملك؟ يملك، هو يملك، لكن جاء مانع خلاص. لما جاء لكن هو يملك، فلما جاء يملك ومانع فقط اللي منع، فنقول انت تدور مع المانع حيث دار. اذا زال واجب عليك القضاء، لانه في المحل ممكن تعتكف يا حائط، لكن جاء الشرع بايه؟ بحرمه ذلك وبرفضه، فلزم في الذمه ما كان عليه. لكن لو جاء ليلا ما في، هو مش مطالب به اصلا، الوصف غير موجود، لكن الوصف هنا موجود والذمه ما جاءت، هنشتغل به، لانه الشروط والاركان متوفره، الا ان في مانع جاء يمنع، فينتظر زوال المانع حتى يقضي. خلاص انتهى الموضوع، مش ملزم اي حاجه بقى، خلاص اتفضل. قال: على حسب ما كان يلزم في الاداء. قال: فان كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس او مرض قضى وكفر. نعم. فوات النذر في وقته ويقضي بقيه اليوم فقط. نعم. على حسب ما كان يلزم في الاداء. في الروايه المنصوره ولا المنصوصه؟ المنصوره. وفي الأخرى يقضي يوما كاملا بناء على اشتراط الصوم في الاعتكاف. يعني هو مسألة أنه جاء في نصف النهار، قلنا ما عليه إلا إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعصور، عليه باقي يوم. هو بيقول لا، عليه كامل اليوم إن قلنا لا اعتكاف إلا بالصيام. وقد قلنا بأن الراجح أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، وبهذا يكون أكمل الله لنا، الحمد لله أكمل الله لنا كتاب الصيام. ونسأل الله جل في علاه أن يجعله في ميزان الحسنات، يجعله خلاص لوجه الله الكريم، فمكان الله دام متصل، ومكان الغير الله انقطع وانفصل. ربح من ربح وخسر من خسر. إن الله له حكم وشؤون، ويقدر ما شاء على من يشاء. الحمد لله والشكر لله. نفتتح كتاب الحج حتى يكون في إيه؟ طبعا لو قلت فيه يبقى فيه سطران يا لغوي. سطراني دي مش عارف انا جبتها منين، سطراني دي جبتها منين وكسرتها منين فوتناهم وفوق ماشي يعني. فأين هما؟ فإن كان للنذر عذر فين هذا؟ انا طب اسكت احمد. وقال وإن منعه يعني عذر من مرض. سيبه نام عم. الان ستستفيق ان شاء الله مع الحج. تفضل. الحمد لله. قال الامام رحمه الله رحمه واسعه: كتاب الحج. قال ابن قدامه رحمه الله: الحج في اللغه القصد. وعن الخليل رحمه الله انه قال: الحج كثره القصد الى من تعظمه. الله. قال الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان. سب ذو العمامة يعني، سب الزبرقان المزعفرة. شوف يقصون السب يعني العمامة، السب يعني العمامة. عامة الحج لغة القصد، واصطلاحا هو اسم لأفعال مخصوصة في زمان مخصوص تقربا الى الله جل في علاه. والحج ركن من اركان الاسلام، اصله الكتاب الاجماع، ومستند الاجماع الكتاب والسنه.
الكتاب قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، او حج البيت في قراءات اخرى ورش. طب الحمد لله. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس، وذكر منها وان تحج بيت الله، او قال: والحج لمن استطاع اليه سبيلا. هناك روايات ضعيفه: من امتلك الزاد والراحله وجب الحج، او قال: فان لم يحج. في روايه جاءت موقوفه ومرفوعه: فلا عليه مات نصرانيا او يهوديا. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يمسك ولم يرفث رجع كيوم ولدته امه. وقال: ليس جزاء الحج مولى سلام جزاء الا الجنه. واجمعت الامه على كنيه الحج لمن ملك الزاد والراحل، لان الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع. عربيه باكستاني اعرب أكثر من وجه. يا ربي تفضل، هات أنا ما عنديش غير وجه واحد والله حبيبي. تعال لي بقى في الأوجه الأجوه التي عندك. ها؟ شوف 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 ماشي من؟ خلاص 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 اول وخامسا وتسع وتاسعا هي اسم موصول. وبعدين المفروض تقول بدل جزء من كل. سيدنا والله كنت عارف اقول لستي، والله بنزل وجهك بتلسيني بتموتني يعني بقى. ولا جمال لا ما عايز يقول. خلاص خليها جملة وجملة. شوف بص دي انا لا اعرف لها تاريخا. بالله عشان خاطري، لا يعني مش ممكن، دي مش ممكن ابدا. ويعني بالراحه اطلع عليها بالراحه. طيب انا بس عندنا الموطا بعد اذنكم يعني هيكون سريعا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.